عشان كده ده النادي الاهلي يا جماعه مش كنادي، مش مجرد نادي، الاهلي كظاهره ثقافيه. الاهلي كظاهره ثقافيه، الله عليك الله. ده مش كلامي ولكن دي رؤيه مفكر رائع جدا بيمتعنا بمقالاته في الاهرام، الاستاذ صلاح سالم. مساء الخير يا استاذ. النور يا استاذ ابراهيم، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. صلاح بيه، اهلا بيك يا باشمهندس. ازي حضرتك؟ الرجل الذي كل كلمه لازم تقراها 10 مرات عشان توصل لاعماقها. ربنا يخليك. ازيك يا نجيب محمود هذا العصر؟ لا حاجه رائعه الحقيقه. تسلم يا صديقي، تسلم. امتعتنا هذا الاسبوع بمقالتك في الاهرام، وانا لما اقول يا جماعه في صفحات الفكر والراي في الاهرام، حيث الرؤيه العميقه جدا لمختلف القضايا الفكريه والسياسيه، الاقي مقاله منوره، الاهلي كظاهره ثقافيه. فكان لابد ان احنا نعرف مع جمهورنا انت ايه الفكره والرؤيه يا استاذ صلاح. هو الاهلي بيفرحنا كتير، زي ما بنفرح معاه وبنحتفل لازم نزعل معاه ونعبر عن حزننا، لكن نعبر عن ثقتنا في الظاهره الثقافيه والحضاريه الكبيره دي. انا دايما بقول انه الاهلي ظاهره ثقافيه، بمعنى انه تحول الى مؤسسه حديثه بتدار بشكل فيه عقلانية وفيه رشد وفيه كفاءة عالية جدا، بيدار بشكل ديمقراطي بشكل تعددي. حصل أكثر من انتقال للسلطة، على يعني على الأقل أنا كعضو عامل شاركت في 2005 في كل الانتخابات، شهدت عن قرب كيف يحدث انتقال السلطة وكيف تجري الانتخابات بحيادية، وتشعر أحيانا في الانتخابات الأهلي وكأنك في الانتخابات الأمريكية. في تعدد وفي تنافس، لكنه التنافس بيدور بعقلانية وبأناقة في الحقيقة. وهذه سمة البلاد المتحضرة. عشان كده أنا بقى دايما بقول أنه الأهلي مؤسسة بينتمي إلى عالم الشمال وليس إلى عالم الجنوب. مؤسسة بتقوم على الديمقراطية وعلى التعدد، مؤسسة حديثة بالمعنى الإداري وبالمعنى التقني، بغض النظر عن الانجازات. يعني لا يغير، قد تحدث انه بعض الانديه تحقق انجازات ربما عن طريق الصدفه. فهنا الانجاز ليس كميا ولكنه في الحقيقه انجاز نوع. قيمه المؤسسه الحديثه في اي مجتمع انها بتدار بعقلانيه وبرشد وبحياد. هذه المؤسسه قد تاتي عليها لحظه اخفاق، لان هي في النهايه محكومه بعوامل الاجتماع البشري، هي ظاهره انسانيه. والظواهر الانسانيه مش مختلفه عن عالم الجماد، هي ظواهر بترتفع وبتنخفض، لكن قيمه المؤسسه بمعنى انها عقلانيه وحديثه وتدار برشد، انها قادره على ان تصحح اخطائها بنفسها. بالضبط زي الديمقراطيه الليبراليه. الديمقراطيه احيانا تبدو للناس ان هي نظام بطيء نسبيا، في توازنات وفي صراعات، بيقتضي نوع من المساومات ونوع من الحوارات بين اطرافه علشان تاخذ القرار، فالقرار يبقى بطيء. لكن هذا القرار البطيء بيبقى مخصلة حكمة، حكمة القائمين على الإدارة، حكمة التجربة الإنسانية، حكمة الممارسات اللي عاشتها هذه المؤسسة بكل إنجازاتها وبكل إخفاقاتها. عشان كده المؤسسة قد يأتي القرار بتاعها بطيء إلى حد ما، لكنه يكون غالبا عميقا ويكون صادقا ويكون معبرا. المؤسسة ممكن تاخد قرار خطأ في لحظة ما، ممكن تواجه إخفاق في لحظة ما، لكن هذه المؤسسة بأدواتها وبآلياتها وبقدر الحكمة اللي بتترتب وبتتراكم عندها عبر السنين بتقدر تصحح مسارتها وتاخد القرارات السليمة. أنا عايز أوصل من ده المعنى. أحيانا يعني في الموقف من موسيماني الآن، بعض الجماهير تتعجل الإقالة، وبعض الجماهير منذ أشهر تتعجل الخلاص، لأنه الجمهور بعاطفته تحكمه الأحداث. يعني انتصار زي الهلال السعودي ربما يمنح البعض الرغبة في أن يبقى موسيماني طول العمر، هزيمة الوداد تولد الرغبة عند البعض أنه يرحل موسيماني قبل أن ينبلغ صباح اليوم التالي. هذه قرارات انفعالية، المؤسسة لا تأخذ قراراتها بهذا الشكل الانفعالي. المؤسسة تدرس كل الأبعاد، تحسب كل الحسابات، تسمع رؤى مختلفة من أشخاص فنيين بعقل بارد يتخلص من العاطفة. عشان كده لازم ندي مساحه وندي مسافه زمنيه وندي للاداره الحق في اتخاذ قرار على مهل، لكن احنا كجمهور للنادي الاهلي علينا ان نكون نحن معكم، نحن وراءكم طول الوقت.
ده كلام رائع جدا يا استاذ صلاح، وبيخليني اشير لحاجه في ثنايا السطور بتاعتك وانت بتتحدث عن فكره الانسحاب، ازاي لما حدثت الازمه الافريقيه انت تذكرت ما كان قرار الكابتن صالح وتذكير المهندس عدلي، ووصفت انه ده كان الرجل الامين في النصح وقتها، ثم اشرت الى الموقف الحالي اللي بيمر به مجلس الكابتن محمود الخطيب ومناشده البعض او مطالبتهم بالانسحاب. بين الموقفين انت كان ليك راي. شوف انا لا يعني انا اذكر لما الاهلي انسحب بعد لقاء الاهلي والزمالك في الصوره. هو انا ممكن اقول بس تصويب للمصطلح، الاهلي لم ينسحب ولكن اعتذر، لان الانسحاب انك تكون بدات وتمشي ودي بتتعرض لعقوبات، ولكن كان بيجي لنا جواب نقول لا مش هنقاطع، قاطع البطولات. هذا يعني مصطلح فني قد اكون لا اكون لست على درايه كامله به، لكنه في كل الاحوال اعتذار الاهلي في هذه الفتره الحقيقه اثبتت التجربه انه اضر بمصلحه النادي الاهلي. يعني انا واحد من الناس، يعني انا كعضو في النادي وكمشجع ومحب للنادي، لقب نادي القرن بالنسبه لي له قيمه معنويه كبيره. يعني انا بالنسبه لي ده في رصيدي كده في الحياه ما يعادل 10 مليون جنيه، يعني لو ده بالنسبه لي كشخص. قيمه النادي الاهلي انا لا اتصور انه في نادي لكره القدم اخر غير الاهلي يحمل هذا اللقب، هذا اللقب نحن جديرون به وهو جدير بالاهلي. هذا اللقب لو كنا فقدناه كنت اشعر بمراره شديده. انسحاب الاهلي او اعتذار الاهلي بالمصطلح التقني في 93 ايا كانت الحسيات كان خطر، عامل خطر هدد هذا اللقب للنادي الاهلي وخلى الزمالك ياتي بعدنا، نادي الزمالك الشقيق هو نادي شقيق لا كل الاحترام، ياتي بعدنا بثلاث نقاط في الترتيب العام، ومنها ولذا هم لحد دلوقتي بيحاولوا يتملصوا من هذا الامر ويحاولوا لولا يعني حسب معلوماتي انه الكابتن عدلي هو لفت نظر كابتن صالح انه في ترتيب لنادي القدم لما بدات الاخبار تتسرب، فرجع الاهلي شارك في سنه 98. أي. وانا اذكر انه جيل التسعينات النادي الاهلي كان جيل عالي جدا، اللي كان فيه حسام ابراهيم كان جيل هايل جدا، ولو استمرت مشاركه الاهلي في الثلاث سنوات اللي هي اعتذر فيهم اعتقد اولا ساعتها كان بطل الدوري فقط هو من يشارك، فلو شارك الاهلي لحرم الزمالك من المشاركه. يعني مجرد ان الاهلي كان يشارك في البطوله حتى لو خرج من دور ال 32 كنا هيبقى الفارق في التصنيف بين الاهلي وبين الزمالك 10 نقاط كامله، لانه الزمالك حقق 7 بطولات من فوز بالبطوله والوصيف ثلاث نقاط حقق 7 نقاط، لو شارك الاهلي مجرد مشاركه ولا مشارك الزمالك لا حرم الزمالك من هذه النقاط، ولو ان الاهلي شارك وحقق نفس الانجاز لكان ارتفع الفارق الى 17 نقطه وكان بقى الفارق حاسم. معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا عندنا خبره الاعتذار او الانسحاب او عدم المشاركه هي خبره سلبيه. عقل المؤسسه اختزن هذه الخبره وفي لحظه مماثله استدعت الدواعي في نوع من الشعور بالظلم، كان في الخيار اما انك تنسحب وتتحمل الاعباء او تعتذر او انك تكمل المسير. عقل المؤسسه هنا بيستعيد هذه الخبرات ويعيدها للفرز ويعيدها للدراسه ويحسب حسابات التكلفه والعائد والمكسب والخسار. هذا العقل اللي هو عقل المؤسسه اللي اختزن كل هذه الخبرات وصل لقرار اعتقد في اعتقادي انه القرار الصائب، انه لا للاعتذار. اولا لان الاهلي بحجمه كان من الممكن في ظل ملابسات اخرى لو لم تحدث بعض الاخطاء ربما كان يستطيع ان يفوز بالبطوله حتى من ارض المغرب الشقيق، انه حتى لو خسر هو خسر في الاول وفي الاخر بشرف، وخسر وخد المركز الثاني، وان شاء الله يرجع يعود الى البطوله العام القادم يتلافى اخطائه ويصحح اخطائه الفنيه ويعيد بناء السكواد بتاع الفريق بتاعه وينافس بشكل اكثر شراسه على البطوله، وان شاء الله يحققها تبقى الثالثه حتى ولو بعد قطيعه. ويكفي انه شارك في النهائي السادس او النهائي الخامس في 6 سنوات متتاليه، وان شاء الله يوصل للنهائي ويحقق البطوله اللي جايه ان شاء الله. هو انا يعني احييك لانك لو الواحد عايز فعلا يقول جمله تفهم الناس هو الاهلي ايه المشكله بتاعته، احيانا هو خلاف ثقافي. اللي بيقرب من النادي الاهلي دون ادراك ثقافه هذا النادي في التعامل مع
القرارات، البطولات، إدارة شؤونه، إدارة الأزمات، إدارة العمل المؤسسي داخله، الحوكمة التي يعني تحكم علاقاته العرضية والرأسية سواء خارج النادي أو بين أجهزته المختلفة، اللي ما بيستوعبش دي حتى لو بيحب النادي الأهلي ما بيقدرش يعبر عن النادي الأهلي بالشكل التراثي اللي يحافظ للنادي الأهلي على يعني نجاحاته. وهي دي المعركة الحقيقية، والمعركة التي فعلا يعني بيضربك أي حد ما بيحبكش عايز يضرب فيك، يقولك يعني إيه تقاليد وقيم النادي الأهلي، يعني إيه العمل المؤسسي، يعني إيه العمل الجماعي، يعني لا خد قرارك بالطريقة دي، خد قرارك بالطريقة دي. تغيير واقع النادي الأهلي عشان يبقى على هوى البعض من المخلصين حتى يا سيدي اللي بيحبوه، ده مش صح. حبوا الأهلي كما وجدتموه. والله والله يا كابتن عدلي، أنا أحيانا بسمع بعض يعني أسمع أصداء في أوساط الرياضية في العالمية والعربية، المفارقة أنه إحساس أنه الأهلي نادي مختلف، وأنه نادي ينتمي إلى عالم الشمال بالمعنى الثقافي والحضاري والمؤسسي، لكنه وإن وجد مكانيا في عالم الجنوب، هذه كلمة رائجة تماما. بالمناسبة دي دايما بيكررها كابتن محمد عمر كابتن نادي الاتحاد، يعني الأهلي نادي أوروبي كتب عنوانه في الشرق، ولك أن تتخيل. وده كلمة تتردد كثيرا على لسان نبيل معلول مثلا، أيوة، طارق دياب في تونس، رابح مجد، كثير من المحللين في تونس والجزائر وحتى في المغرب والمغرب الشقيق، كثيرين من وميثم عادل في العراق عنده برضه هذا الاستقرار على المعنى ده. ونقاد على فكره وصحفيين في حتى في اوروبا نفسها، هم يدركوا انه الاهلي دون ان اقاطعك، حتى اولئك الذين كانوا يختلفوا في وجهه نظرهم مع النادي الاهلي ما ان احتكوا بالنادي الاهلي وخصوصا في دوله الامارات، ها حتى ادركوا حقيقه، لا بيكتبوا، شوف هم بيكتبوا زي عن النادي الاهلي دلوقتي، بعد ما تابعوه شافوا الواقع واصبحت الرؤيه مش منقوله اليهم ولكن نتيجه معايشتهم، شافوا الاهلي كده. ولذلك هو الخلاف حتى لو بدا انه خلاف مع مدرب بتاعه، هو لا، خلاف ثقافي، احنا بندار بالطريقه دي، ما نتدخلش، لكن بنحب اللي يبقى معانا يفكر كده. اتفضل يا فندم. اتفضل يا صلاح. هو الحقيقه هنا القيمه المؤسسيه والقيمه الثقافيه للنادي الاهلي هي مساله تعلو على مجرد التشجيع. يعني أنا قد أستطيع، من يمارس هذه الحقيقة هو جزء أو قطاع من الجمهور المصري نتيجة انتماءاته لفرق متنافسة، وأنا أعتقد أنه عجزه عن أنه يفهم ذلك هو نتاج تعصب ما، لكنه مش نتاج، العقلاء حتى من الأندية المنافسة، كما العقلاء في دول أخرى في الشمال والجنوب يستطيع ان يقول، يعني في الشمال الافريقي مثلا يقول لك انه الاهلي مؤسسه علينا ان نتعلم منها، يقول ذلك ويعلم انه بعد اسبوع سيلاقي الاهلي او بعد اسبوع من منافسه مع الاهلي، لكن نحن نتنافس مع الاهلي، ولكن نحن نتنافس على ارض الملعب مع فريق النادي الاهلي، ولكن كمؤسسه علينا ان نحن نتعلم منها. وده الفارق بين انه الاهلي كظاهره كرويه يحقق انتصارات، والاهلي كظاهره ثقافيه يجب ان نختلف مع، ولكن لا يمكن ان نختلف عليها. في عالم السياسه التيار الوطني المصري يقولون ذلك عن جمال عبد الناصر، انه قد نختلف مع جمال عبد الناصر، ولكن لا يختلف احد على جمال عبد الناصر انه صاحب الطبقه الاخيره والطبقه الحاسمه في الوطنيه المصريه، تختلف مع جمال عبد الناصر، لكن لا تختلف على جمال عبد الناصر. هكذا يجب ان يكون النظره الى الاهلي. والعقلاء والحكماء يجب ان ينظروا الى النادي الاهلي بهذا الشكل. عليك ان تبقى زملكاويا او اتحاديا او مصراويا، لك هذا الحق، لكن اياك ان تنكر النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي كظاهره ثقافيه، لانك اذا انكرت قيمه النادي الاهلي كظاهره ثقافيه في الحقيقه انت بتتنكر لعقلك، وبتخسر تجربه اذا درستها وتاملتها وابديت المزيد من الاحترام لها، قد تنقلك انت نفسك الى مرحله التعلم منها، وانك تتجاوز وانك تسير على طريقها
وأن تتجاوز نفسك. أما إنك تتمسك بكراهيتها من دون أن تفهمها فأنت تخسر تجربة عميقة جدا يمكن أن تتعلم منها. ده كلام مهم جدا يا أستاذ صلاح، كنا سعداء جدا بهذه المداخلة، ومزيد من الإبداع دايما. شاكرين ليك جدا شكرا جزيلا للكاتب. نتعلم مما نقرأه. ده شرف لي يا كابتن عدلي، أنا اللي بشكرك ودايما نلتقي على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا للأستاذ صلاح سالم الكاتب والمفكر الكبير الحقيقة، حد جوائز الدولة لم تخطئه.